السلام عليكم. لم يهدأ الوضع في المهرة كما كان يفترض بعد أن تم الإعلان عن اتفاقات بين المكونات الشعبية والقوات السعودية المتواجدة في المحافظة. في هذه الحلقة من فضاء حر نناقش ملف التواجد السعودي في المهرة ودلالاته. قبل أشهر تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد التواجد السعودي في المحافظة، ثم تم التوصل إلى اتفاق بانسحاب القوات من المنافذ البرية والجوية، إلا أن السعودية عادت قبل أيام لاستحداث مواقع عسكرية مع الإعلان عن تدشين أعمار المحافظة، وهو ما يدفع للتساؤل ما أهمية التواجد العسكري للسعودية في المحافظة البعيدة عن ساحة المواجهات مع ميليشيا الحوثي؟ وماذا يعني انطلاق الإعمار من محافظة بقيت خارج جغرافيا الحرب طوال الأعوام الثلاثة الماضية؟ يقول البعض إن الفترة الأخيرة تشهد استعراضا مكشوفا من قبل كل من السعودية والإمارات لأطماعهما في البلد الواقع تحت الحرب. وما التواجد السعودي في المهرة إلا تعبير عن هذه المطامع الذي يشير دائما إلى سعي لمد أنبوب نفطي إلى مرفأ على البحر العربي تشرف عليه السعودية، وذلك هروبا من تنفيذ التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، فيما يدافع البعض عن الدور السعودي في المهرة باعتباره جزءا من المعركة مع ميليشيا الحوثي، إذ بقت المحافظة طوال أعوام الحرب ممرا لتهريب الأسلحة القادمة من إيران للحوثيين. ما الذي تعنيه الترتيبات السعودية في المهرة وما علاقتها بالحرب الدائرة في اليمن، وما علاقتها بما يقال دائما إنه مهمة التحالف، وإن مهمة التحالف تحولت إلى السيطرة على ما يسمى باليمن المفيد؟ سيكون معنا من مسقط الأكاديمي والباحث الدكتور عبدالله الغيلاني، ومن الرياض الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية اللواء عبدالله القحطاني. أبدأ بالسؤال المشترك في البداية، إذا يتبادر إلى الذهن وأبدأ بالسؤال إلى اللواء عبدالله القحطاني. اللواء عبدالله، في البداية يتبادر الذهن بالسؤال، ما الذي تفعله السعودية في المهرة التي تقع خارج جغرافيا الحرب اليمنية؟ كيف يمكن فهم ماذا تفعله السعودية هناك؟ أولا أنا لست في الرياض، بمكان آخر وهو موجود في الكنترول، أنا في أبها، هذا من جانب. أهلا يا وسهلا سيدي. المملكة، شكرا، المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لعادة الشرعية الذي تقوده ذهبوا إلى اليمن، الجمهورية اليمنية، كل اللي يتجزأ إلى الجمهورية اليمنية لمنع الإرهاب ومنع الاحتلال الإيراني الإرهابي والتنمية في اليمن. هذا ما ذهبت إليه المملكة العربية السعودية وما ذهب إليه التحالف العربي. وبالتالي لماذا نتحدث عن المهرة مثلا ولا نتحدث عن الحديدة أو عن تعز أو عن صنعاء أو عن صعدة أو عن مأرب أو عن الجوف أو عن البيضة أو عن سيئون أي مكان آخر أو حتى عن سقطرة؟ يا سيدي، التحالف العربي لإعادة الشرعية والمملكة العربية السعودية قائدة هذا التحالف ذهبوا إلى اليمن لإنقاذ اليمن، لإعمار اليمن، وفي منظورهم لا اختلاف بين أي منطقة ومنطقة في اليمن. ما هو الفرق بين صنعاء وبين المهرة؟ كلها أرض يمنية، والتحالف يسعى إلى إعادة الشرعية إلى كل مكان وإلى طرد الإرهاب من هذه المحافظات أو المناطق المحررة، ومن ثم القيام بالواجب من خلال إعادة الإعمار وترسية الأمن لصالح المواطن اليمني الذي هو بأمس الحاجة إلى الأمن وإلى التنمية وإلى الماء وإلى الغذاء وإلى الكساء وإلى الدواء. فما هو الخلل حينما تأتي هذه الأشياء إلى إحدى محافظات الجمهورية اليمنية؟ لا فرق بين المهرة وبين الحديدة وبين عدن. طيب، كلها أراضي يمنية، وكل سيادة هذه الأعمال بالمناسبة كل هذه الأعمال تحت إشراف وعلم وإرادة ورغبة الجمهورية اليمنية بحكومتها وبرئيسها وبوزرائها. طيب، وضحت هذه النقطة. أعود بالسؤال المشترك أيضا أو أنتقل به إلى الأكاديمي والباحث الدكتور عبدالله الغيلاني الذي ينضم لنا عبر الهاتف من مسقط. أهلا بك دكتور. إذا في البداية كما قلنا يتبادر الذهن إلى أن ما الذي تفعله السعودية في محافظة المهرة التي تقع خارج جغرافيا الحرب في اليمن، برأيك ما الذي تفعله السعودية هناك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبالضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. ابتداء دعني أؤكد، أنا أحد الذين أيدوا عاصفة الحزم عندما انطلقت في مارس 2015، وكنا معها على اعتبار أن هذه الخطوة هي خطوة
في طريق تحرير اليمن وإسقاط حكومة الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية. نحن اليوم نتحدث عن 3 سنوات ونيف، انتهت السنة الثالثة ونحن الآن في تقريبا منتصف السنة الرابعة، ومع ذلك لم تنجز عملية التحرير، فلا يزال الحوثيون يسيطرون على شمال اليمن ولا يزالون يتحكمون في الجزء الأكبر من يعني السكان اليمنيين. إذن عن أي تحرير نحن نتحدث اليوم؟ هناك أكلاف باهظة يدفعها التحالف عموما والمملكة العربية السعودية على وجه التخصيص. هناك أكلاف مالية تبلغ 200 مليون يوميا، 200 مليون دولار يوميا، أي أكثر من 70 أو نحن 72 مليار سنويا. هناك أكلاف بشرية، آلاف الجنود والضباط من التحالف والسعوديين تحديدا قد قتلوا وقضوا في هذه الحرب. هناك أكلاف إنسانية على اليمن. فهل يعني مع كل هذه المؤشرات ومع كل هذه الحقائق التي تتبدى يوما بعد يوم، يستطيع المرء أن يقول أن أجندة التحالف لا تزال قائمة على تحرير اليمن؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، هل أعيدت الحكومة الشرعية؟ هل حكومة الرئيس هادي اليوم تتحكم في الأجزاء المحررة من اليمن؟ هل الرئيس هادي مطلق اليدين في هذه الأجزاء المحررة؟ وهل يمارس سلطاته الدستورية كاملة؟ هذه جملة من الأسئلة التي لا جواب لها إلى هذه اللحظة، وبالتالي هذا الوضع أدى إلى كثير من الخلط في الأوراق. قطعاً يعني سؤالك سؤال مشروع، ما الذي تفعله التحالف؟ ما الذي تفعله السعودية في المهرة؟ المهرة بينها وبين يعني ساحات القتال مسافات شاسعة جداً. المهرة لا علاقة لها بما يجري في وسط اليمن أو في جنوبه أو في شماله. كذلك ما الذي تفعله الإمارات وقوات التحالف في سقطرة؟ لما يتكثف الوجود العسكري في أماكن دون حاجة لهذا الوجود العسكري؟ حكومة الرئيس هادي والحكومات المحلية في المحافظات كفيلة بإدارة هذه المحافظات. فبالفعل ما الذي تفعله القوات السعودية في المهرة وفي حضرموت؟ وما الذي تفعله القوات الإماراتية في عدن وفي سقطرة؟ هذه أماكن قد تم تحريرها، وبالتالي ليس هناك ما يسوغ وما يبرر هذا التواجد العسكري والأمني والسياسي في هذه المناطق. ينبغي أن تتجه هذه الجهود إلى ساحات القتال، إلى تعز، إلى الحديدة، إلى أماكن أخرى. فهذه حزمة من الأسئلة اليوم تطرح. يعني التحالف يقول شيئا ولا يزال يردد يعني هذه العبارات النظرية، أنه جاء من أجل التحرير، أنه جاء بإرادة من بطلب من الحكومة الشرعية. طيب نحن شهدنا يعني احتكاكات، شهدنا ما يشبه الاحتجاجات أو الثورات الشعبية في المهرة وفي سقطرة على هذا التواجد السعودي الإماراتي. وسنعود إلى هذه النقطة دكتور، سنعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك دعني أنتقل إلى أو أعود إلى سيادة اللواء القحطاني. سيادة اللواء، يقول البعض وهم كثيرون أن التواجد السعودي في المهرة يأتي في إطار أهداف أو مطامع يقولون للحصول على منفذ نفطي على البحر العربي مباشرة، مع استمرار خاصة مع استمرار التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام واردات النفط وصادراتها من قبل المملكة العربية السعودية. وهل سيكون الحل هو بإيجاد منفذ آخر عن طريق اليمن أو غيره؟ هذا غير منطقي. المملكة العربية السعودية والتحالف العربي ليس لهم أي أطماع في اليمن ولا في غير اليمن من الدول المجاورة إطلاقا. ومنطق الدكتور عبد الله غريب، يعني حتى الآن ربما يتضح لي خلال الحديث المستقبلي حاليا في هذا البرنامج يتضح لي الهدف. لم أفهم ماذا يسعى إليه الدكتور عبد الله. التحالف العربي ذهب إلى اليمن لتحرير اليمن ويدفع من دماء أبنائه ويدفع من ميزانياته، وضمن تحالف عربي وغير عربي كبير جدا ومتحسب لهذه الأعمال ضد الثورة الإرهابية في إيران ومشروعها الكبير التدميري التخريبي الإرهابي ضد العرب في الجزيرة العربية وفي البحار العربية والخلجان العربية والمضايق العربية. وبالتالي التحالف العربي لم يقدم على هذا العمل وهو في نزهة أو في رحلة صيد، هو يعلم أنه في حرب، يعلم أنه في نزال. لكن هذه الحرب يقول كثيرون سيادة اللواء، هو نقطة للإيضاح دكتور وأوضح، أنه كان مع عاصفة الحزم وعمليات التحالف في اليمن في بداية هذه العمليات، لكن هناك كثيرون ممن يقولون أن المهرة بعيدة في نهاية المطاف عن مناطق المواجهات. لماذا هذا التواجد العسكري في نهاية المطاف خاصة مع
حديث وبعض التسريبات على مسألة هذه الأهداف، موضوع إيجاد منفذ بحري على البحر العربي لصادرات النفط السعودية. أعيد وأكرر لهذه النقطة، منطق لا يستقيم الواقع. المملكة العربية السعودية والتحالف العربي ذهبوا إلى اليمن كل لا يتجزأ، ليس هناك فرق بين مدينة ومنطقة وقرية وقرية ومحافظة ومحافظة أخرى. هم يتعاملون مع اليمن كدولة تحت الاحتلال الإرهابي الإيراني من خلال الحوثي. أما ما ذكرته من خلال منفذ على البحر العربي، هل هو تحليل؟ هل عبدالله لديه شيء من الشيء حتى يمكن الرد عليه؟ هذا مجرد كهوراء، ليس له أي دليل. التنمية في اليمن حاليا تسعى إلى إنقاذ الإنسان اليمني الذي يموت جوعا وعطشا وقتلا ومرضا فعل الحوثي. المملكة العربية السعودية والتحالف العربي نهضوا بدورهم. كان هناك أقاليم جيران اليمن لم يقوموا دورهم في التاريخ، سيخلف الأشياء وهذا شيء معروف على شيء جديد. أما حكاية أن هناك تواجد عسكري في المنطقة للتحالف العربي أو المملكة العربية السعودية فهذا أيضا مضحك. التحالف العربي ذهب إلى اليمن لتخليص عسكريا من الثورة الإرهابية في إيران، والعمليات قائمة على قدم المسار. هذا من جهة، من جهة أخرى من الذي كان موجود في المهرة وفي المحافظة الشرقية للجمهورية اليمنية؟ أليست القاعدة؟ أليس الإرهاب الذي كان يتآمر مع علي عبد الله صالح ضد الدول المجاورة وضد اليمن نفسه؟ والجميع يعلم هذا الشيء، بل دول الجوار المحيطة بالجمهورية اليمنية يعلمون هذه الأشياء. وحاليا حينما يأتي التحالف العربي أو دولة من دول التحالف العربي أو دولتين لتقوم بالتنمية في إحدى محافظات الجمهورية اليمنية، يقال لماذا أتيتم؟ هم أتوا الجمهورية اليمنية بطلب من الشرعية اليمنية، بطلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي تحت أغطية قرارات أممية معروفة ضمن تحالف معروف ومكشوف ومعلن. طيب وهذا التساؤل التي يقومون بها بالإغاثة في مكان. أما إذا كان هناك شيء يراد له أن يقال فسنعرف من خلال ثنايا الحديث. التحالف العربي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا ينظرون إلى المهرة كمكان مستقل عن اليمن، ينظرون إلى الإنسان اليمني المتضرر في كل نقطة من الجمهورية اليمنية في كل نقطة. إذن طيب من هذه النقطة سيادة اللواء أعود إلى دكتور عبدالله الغيلاني، ما الفرق بين مأرب والمهرة؟ ما الفرق بين الحديدة والمهرة وكذلك حضرموت وبقية المحافظات اليمنية؟ لماذا هناك مشكلة في أن تتواجد قوات سعودية أو حتى إماراتية في هكذا محافظات ولا تتواجد في المهرة، إذا ما كانت مهمة التحالف العربي هي في نهاية المطاف معلنة على أنها إعادة الشرعية إلى الأراضي اليمنية التي انقلب فيها الحوثيون، وكذلك هذه المهمة لم تنتهي بعد وهناك خطة يجب أن تتم على كافة الأراضي اليمنية، ما المشكلة إذن؟ نعم، دعني أجيب على هذا السؤال على مستويين. المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي. الفرق بين المهرة وبين مأرب، الفرق بين المهرة وبين يعني الحديدة، الفرق بين سقطرة وبين صنعاء، أن هذه المناطق لا وجود للحوثيين فيها، أن هذه المناطق لا تستدعي وجودا عسكريا مكثفا، أن هذه المناطق لا تستدعي أن تبدد المملكة العربية السعودية قوتها العسكرية والمالية والسياسية فيها. هذه أماكن متحررة أصلا، هذه أماكن مستقرة، هذه أماكن تحتاج إلى تنمية ولا تحتاج إلى تواجد عسكري. فعلى المستوى الاستراتيجي ليس هناك ضرورات استراتيجية لوجود عسكري لا في سقطرة ولا في حضرموت ولا في المعرة ولا في شبوة حتى، هذه الأماكن ولا في عدن، هذه الأماكن قد حررت تحريرا كاملا وبالتالي هي في حاجة إلى تنمية. لكن قبل دكتور يمكن أن يقدموا التحالف. نعم، قبل وجود يعني قبل إيجاد هذه القوات العسكرية من قبل السعودية كان هناك حديث على ضبط أسلحة إيرانية الصنع مرت من منافذ المهرة، ألا يستدعي ذلك تواجدا للتحالف في هذه الأماكن لمزيد من الرقابة حول خطوط التهريب هذه؟ أنا أجبت على هذه السؤال غير مرة. أولا لو افترضنا أن المهرة هي ممر لتهريب الأسلحة، فكم من المسافة يمكن أن تقطع هذه الأسلحة من المهرة وصولا إلى صنعاء؟ آلاف الكيلومترات. يعني أنت تتكلم عن محافظة المهرة أكثر من 80 كيلومتر مربع مساحتها، ثم تتكلم عن حضرموت هي المحافظة الأكبر في اليمن. يعني السلاح المهرب عبر المنافذ
البرية أو البحرية بالمهرة ينبغي أن يقطع آلاف الكيلومترات حتى يصل إلى صنعاء، وهذه المساحات الشاسعة بين المهرة وبين صنعاء مسيطر عليها من قبل التحالف، أي أن هذا السلاح سوف يعني لابد أن يخترق نقاط تفتيش، وهذا محال حتى لو افترضنا صحة هذه المسألة. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى، السيطرة على بعض المنافذ البرية والبحرية لمنع التهريب، لو افترضنا جدلا صحة هذه الجدلية، هل يستدعي هذا الوجود العسكري المكثف؟ قطعا لا. طيب سقطرة هل فيها تهريب؟ هل هناك أسلحة تهرب من سقطرة إلى يعني إلى الحوثيين في الشمال؟ لماذا تتواجد القوات الإماراتية بهذه الكثافة؟ أخي الكريم، أنا أقول كنت يعني أحاول إجابتك على هذا السؤال على مستويين. على المستوى الاستراتيجي، أنه ليس هناك ضرورة استراتيجية لهذا الوجود العسكري في هذه المناطق التي هي ليست جزءا من ساحات القتال أصلا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا الوجود العسكري في المهرة وفي سقطرة وفي أماكن أخرى قد استفز الشارع اليمني. اليوم يعني المملكة العربية السعودية عوض أن تقترب من الجمهور اليمني وأن تتصالح مع الشعب اليمني، شهدنا احتجاجات في سقطرة وفي المهرة وفي أماكن أخرى. إذا يعني هذا الوجود العسكري غير مرحب به يمنيا، لأن اليمنيين يرون أنه لا ضرورة استراتيجية لهكذا وجود عسكري مكثف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا حقيقة يعني أتساءل، أقول لماذا المملكة العربية السعودية في حاجة إلى كل طلقة، في حاجة إلى كل جندي، في حاجة إلى كل دبابة، في حاجة إلى كل طائرة، لماذا تبدد هذه القوات العسكرية في أماكن دون حاجة إليها؟ ما هي الحاجة لوجود يعني هذه الأرتال العسكرية في المهرة؟ هذه ينبغي أن تتجه إلى تعز وإلى الحديدة بل إلى صنعاء. فهذا لعله يعطل عملية التحرير ويبدد القوة العسكرية للتحالف، بل ويعني يخلق مزيد من الأكلاف المالية والسياسية والإنسانية. طيب في هذه النقطة بالنسبة للاحتجاجات الشعبية، سيادة اللواء، كانت هناك احتجاجات شعبية وتم الحديث على اتفاق يقضي بانسحاب القوات السعودية من المنافذ وكذا من المواقع الحكومية. الآن هناك استحداثات لمواقع عسكرية جديدة في أماكن أخرى، مواقع تسيطر عليها قوات سعودية. كذلك الحديث على أن هذا التواجد بالنسبة للقوات السعودية لحماية اليمن من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية الصنع، إلى الآن ومنذ دخول القوات السعودية منذ حوالي العام، في نهاية العام الماضي 2017، لم يتم الإعلان عن إيقاف أي شحنة أسلحة مهربة. كيف يمكن تبرير الأمر إذن؟ أولا شكرا لك ولأخي الدكتور عبد الله، وخلاص الموضوع اتضحت الصورة بالنسبة لحديث زميلي الدكتور عبد الله. ما ذكر الأخ عبد الله هو ما يقوله الحوثي حقيقة، يعني الدكتور عبد الله وكأنه الليلة يتحدث باسم الانقلاب الحوثي الإيراني الإرهابي في اليمن، وهذا جميل، هذا واضح جدا، حتى أستطيع أن أتحدث، لأن هناك فرق بين أن أتحدث مع شقيق وزميل. سيادة اللواء، لا نريد الآن إسقاط، لا نريد وضع اتهامات الآن، هذه وجهة نظر مطروحة، والدكتور يتحدث بنوع من يعني إبراز قرائن، أعطنا قرينة مقابلة، لا نريد اتهامات الآن رجاء. ولماذا لا تعطيني أنا فرصة حتى أخذ حريتي وأرد عليه؟ لماذا لا تعطيني هذا الحق؟ تفضل. شكرا لك. إذا الأخ عبد الله يتكلم باسم الانقلاب الحوثي، هو يقول ما تسمع، هو يقول لماذا يأتون بقوات إلى اليمن لإخراج الإرهاب من اليمن، لمنع التهريب من المنافذ التي يأتي منها التهريب الإيراني إلى الحوثي. هو يقول لماذا يأتون إلى جزيرة سقطرة لإعادة التنمية أو لاستحداث التنمية المفقودة في سقطرة، وهذا ما تطالب به الجمهورية الإرهابية الإيرانية في طهران، تطالب بنفس هذا المنطق، وكذلك يطالب به الحوثيين وحسن نصر الله في لبنان، هذا هو المطلب المتكرر. وبالتالي ليس صحيحا، والدكتور عبد الله وقع في خطأ استراتيجي حينما يقول أنه استراتيجيا خطأ من المملكة العربية السعودية أن تفقد الرصاص والدبابات. يا استاذ عبد الله، يا دكتور عبد الله، هذه جاءت إلى هذا المكان لحمايتك شخصيا أخي الكريم، لمنع الإرهاب من حدودك، لمنع القاعدة والدواعش من سلطنة عمان ومن الجمهورية اليمنية ومن المملكة العربية السعودية ومن التحالف أو من مجلس التعاون الخليجي، جاءوا يطهروها من الإرهاب
ومن التهريب الذي جنابك، أنا متأكد أنك تعلم بعض طرق وحيل ومنافذ وسبل وأماكن. لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن عمليات إيقاف لهذه الأسلحة سيادة اللواء، إلى الآن منذ عام نتحدث لم يتم الإعلان عن عمليات إيقاف لشحنات أسلحة مهربة إيرانية مهربة للحوثيين. غير صحيح سيدي، تم كشف الكثير والكثير في سفن بحرية تحت غطاء الأمم المتحدة. نتحدث عن محافظة المهرة بطبيعة الحال. من خلال قوارب تم اكتشافها وتفجيرها وضربها وتدميرها، ومن خلال اكتشاف أجهزة اتصالات وطائرات بدون طيار تأتي من إيران إلى الحوثيين، ومن عدة منافذ لا أود ذكرها حاليا برية وبحرية. وبالتالي هناك مناطق تهريب معروفة، وهناك أسلحة ضمنها الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى أرض التي تصل إلى اليمن، وهي آتية من طهران وتم الكشف عنها. ليست المملكة العربية السعودية والتحالف العربي فقط هم من يقول ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية عرضت بالصورة والصوت والسيريال نمبر الرقم على الأمم المتحدة، وبينت أن هذه مهربات تم اكتشافها قادمة من طهران. لكن لم يقولوا أنها مرت من المهرة. الأخ عبد الله، لم يقولوا أنها مرت من المهرة سيادة اللواء. نحن نتحدث عن المهرة، لا نتحدث عن وصول الأسلحة للحوثيين من أماكن أخرى ربما تكون الحديدة أو غيرها. ولم أقل أنا من المهرة، إنما قلت من حدود اليمن المعروفة، وهي معروفة على كل حال. وأنا أفرق هنا عن موقف الشقيقة سلطنة عمان التي تربطنا بها أواصر كبيرة جدا، ولا أود الزج بها. لا أدري إلى ماذا يذهب الأخ الدكتور عبد الله حينما يتحدث عن جزيرة قطرة وعن الرصاص السعودي وعن الدبابات السعودية وعن الأموال السعودية التي دفعت وكأننا لا نعلم. نعلم يا دكتور عبد الله، ضحينا بأبنائنا وبقواتنا وبأموالنا وبليلنا ونهارنا من أجل إنقاذ اليمن، من أجل إنقاذ الجزيرة العربية. إذا كان هذا لا يعجب الدكتور عبد الله فهذا شيء آخر، ولكني متأكد أن في مصلحة الشعب العماني الشقيق الاستراتيجي على المدى الطويل. طيب ماذا عن اتفاق سيادة اللواء؟ أنا سألتك عن النقاط الاتفاق التي تم اتفاق معها مع السكان المحليين في المهرة الذين خرجوا مطالبين برحيل القوات غير اليمنية من المنافذ وكذا من مواقع حكومية، وهذا الاتفاق لا يبدو أنه ينفذ باعتبار أن هناك قوات سعودية تمركزت فيما يقال أنه 15 موقع. صدقني القوات للتحالف العربي لإعادة الشرعية ستتمركز في كل شبر من الجمهورية اليمنية لطرد الإرهاب، لمنع الإرهاب، لطرد الإرهابيين، لمنع التهريب بريا وبحريا، وهذا حق للسيادة اليمنية هي من طلب هذا الشيء. لماذا إذن كان هناك اتفاق مع الأهالي؟ يشرف على هذه الأعمال. لماذا كان هناك اتفاق مع المحتجين في المهرة قبل حوالي الشهر؟ هذا الاتفاق إن حدث فهو بين الجمهورية اليمنية وبين أماكن أو جهات معينة في هذا المكان، ولكن التحالف العربي استراتيجيته تتعدى هذه الأشياء إلى أبعد من هذا، هي لمقاومة الإرهاب. يعني إذا استجد جديد على الساحة اليمنية في التهريب الإرهابي أو في تواجد القاعدة والدواعش والحوثيين والإرهابيين الإيرانيين، يقف التحالف عاجزا عن هذا أم يقف يتفرج عليه؟ لن يقف مكتوف الأيدي، ستواجد في كل مكان في اليمن. ومرة أخرى، لماذا تقحم المهرة أو المهرة في هذا الكلام وفي هذا السجال؟ المناطق اليمنية كل لا يتجزأ، الجمهورية اليمنية يقودها رئيس شرعي وحكومة شرعية، واليمن لليمنيين. طيب نحاول نحن هنا إيصال الفهم للسادة المشاهدين سيادة اللواء، لماذا بدأت إعادة الإعمار من أماكن لم تشهد حربا، بينما بقيت أماكن مثل عدن العاصمة المؤقتة لليمنيين ليست هناك عملية إعادة إعمار بما يبدو أنه سيبدأ في محافظة المهرة؟ غير صحيح سيدي. ما الذي يوجد في عدن إذن؟ هذا الكلام غير صحيح. التنمية بدأت من عدن ومن مأرب ومن كل شبر يتم تحريره، هذا من جهة. من جهة أخرى، لماذا ذهبوا إلى المهرة؟ ألم يكن الإرهاب موجود في المهرة؟ لماذا لم يتكلم الدكتور عبد الله حينما كان القاعدة والدواعش والإيرانيين وحسن نصر الله موجودين في المهرة؟ لماذا لم يتحدثون؟ حاليا حينما أتى التحالف لمنع الإرهاب ولإقامة التنمية ولإعادة البناء ولإسعاف المواطن اليمني المغلوب المقهور المسكين، يأتي من يقول ويشكك بأن التحالف العربي أتى إلى هذا المكان من أجل مطامع. يا الله يا عيب الشوم، مطامع ماذا في اليمن؟
اليمن لا يوجد به أي شيء، اليمنيين بأنفسهم يعترفون بأن اليمن فقير لا يوجد به أي شيء، هم بحاجة إلى صدقة. دعني أسأل الدكتور عبد الله ماذا قدم شخصيا، لا أقول السلطنة، ماذا قدم شخصيا إعلاميا من خلال قلمه وفكرة، ماذا طلب تقديمه للشعب اليمني؟ لا نريد إقحام الجانب الشخصي سيادة اللواء، لا نريد إقحام الجانب الشخصي سيادة اللواء في هذا الحوار، دعنا نركز على الأفكار هنا وعلى على النقاط أو الشواهد. أعود إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور، اليمنيين يعترفون أنه ليست هناك كما يقول سيادة اللواء، ليست هناك ثروة يعني تستحق هذا الزخم من قبل قوات التحالف، ومن ثم السعودية، القوات السعودية هناك لحمايتها من العناصر الإرهابية وكذلك من عمليات الترهيب، كيف ترد على ذلك؟ نعم، ابتداء دعني أصحح بعض المقولات التي ربما يعني فهمت خطأ. اولا فيما يتعلق بعمليه التهريب، انا قلت لو افترضنا جدلا صحه هذه المقوله وهذا الاتهام، فموضوعيا جغرافيا محال ان تكون المهره يعني منفذ لتهريب السلاح، لان هذا الامر يعني سيتعرض الى يعني انكشاف عبر وصوله الى يعني يقطع مسافات المهره وحضرموت وربما شبه وصولا الى صنعاء. فمن الناحيه الجغرافيه يستحيل ان تكون المهره هي بوابه للتهريب، ولكن لو افترضنا جدلا ان هذا صحيح، فان هذه المساله لا تستدعي يعني هذه الكثافه العسكريه الموجوده في المهره. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ما جرى في سقطرى، الذي جرى في سقطرى يعني الاخ الكريم يتحدث عن التنميه، هل التنميه تستدعي وجود هذه التشكيلات العسكريه الاماراتيه التي حاصرت يعني المحافظ هناك ومنعت رئيس الوزراء من أداء عمله؟ ويعني كان التساؤل الإماراتي لماذا بن دغر كان موجود في سقطرى أصلا؟ فأي أي يعني تنمية، أنا أتمنى أن تكون هذه المناطق المحررة سواء المهرة أو حضرموت أو سقطرى أو غيرها في جنوب اليمن وشرقه، أتمنى أن تبدأ فيها عملية يعني تنمية واسعة، ولكننا نسمع طحينا ولا نرى، أو نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. أما فيما يتعلق بعدن كذلك، يعني ما الداعي إلى وجود تشكيلات عسكرية، الحزام الأمني، النخب يعني الشبوانية والحضرمية وغيرها، ما الداعي إلى تشكيل هذه يعني القوة أو هذه التشكيلات العسكرية والأمنية التي تعمل خارج نطاق السلطة الشرعية، ما الداعي لذلك؟ بل أن هذه التشكيلات العسكرية اليوم تصطدم مع يعني الحكومة الشرعية. مسألة التضحية، أنا طبعا أعلم أن المملكة العربية السعودية وتقود هذه التحالف تقود حربا، والحرب مظنة يعني التضحية بالأموال والأرواح، ولكن ما كنت أقوله أن هذه التضحيات ينبغي أن توضع في مكانها. المهرة ليس فيها حرب، ليس هناك وجود، أنا لم أسمع بوجود في المهرة بالذات، لم أسمع بوجود للقاعدة أو لتنظيم الدولة أو للحوثيين أو لحزب الله أو لغيرها. المهرة منطقة صافية تماما، وهي تعتبر يعني المنطقة العازلة مثلا بين سلطنة عمان وبين سائر أجزاء اليمن التي تشهد احتراما. المهرة يعني لا أعلم إلى هذه اللحظة إن كان يوجد فيها مثل هذه يعني الكيانات الإرهابية كما تفضل الأخ الكريم، وبالتالي أزعم أنه ليس هناك ضرورة استراتيجية لوجود يعني هذه يعني الكتل العسكرية في هذه يعني المناطق. أنا أقول باختصار أن من مصلحة الكتلة الخليجية المملكة العربية السعودية وحلفائها الخليجيين وعلى رأسهم سلطنة عمان، أنا أقول من مصلحة الكتلة الخليجية، من مصلحة الأمن القومي الخليجي، أن نحن نتعاون في خلق يمن مستقر سياسيا، مزدهر اقتصاديا، آمن اجتماعيا، متماسك قبليا. الذي يجري الآن، نحن نفتت اليمن، نحن نفكك اليمن. يا أخي الكريم، أليس حريا بالتحالف أن يجري مراجعة لمقارباته الاستراتيجية والسياسية في إدارة هذه الأزمة؟ أنا مع إسقاط الحوثيين إلى هذه اللحظة، ولكن الجهود لا تتجه إلى هذا الهدف، الجهود تتجه إلى خلق توترات مع الشعب اليمني.
الذي شهدته سقطرى والذي شهدته يعني المهرة والذي شهدته. طيب وهل يمثل مثلا تواجد سعودي دكتور، هل يمثل تواجد سعودي هناك تفكيكا لليمن؟ يعني ما هي المخاوف إذا ما افترضنا أنه يعني لماذا تخشى عمان من تواجد سعودي إماراتي في هذه المناطق باعتبار أنها في نهاية المطاف ثبات الدولة اليمنية هو لمصلحة أمن الخليج ككل؟ فيما يتعلق بعمان يعني يؤسف المرء أن يقول أن السياسة الخارجية العمانية إزاء هذه القضايا ليست واضحة، ولكن يمكن للمرء أن يقرأ يعني المشهد. طبعا يعني المهرة تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة لسلطنة عمان. إلى أي مدى هناك تفاهم عماني سعودي حول وجود هذا الوجود العسكري السعودي في المهرة أنا لا أعلم، ولكني أتحدث عن التوترات التي حدثت، الاستفزاز الذي حدث وخرج بموجبه أعداد مقدرة من أبناء القبائل في المهرة احتجاجا على الوجود العسكري السعودي. أليس حريا بالمملكة، أليس حريا بالتحالف أن يجري يعني مراجعة في يعني مقارباته الاستراتيجية والسياسية؟ هذا حدث أيضا في سقطرى وحدث في أجزاء أخرى من اليمن. فأنا أقول أن التحالف يعاني من أزمة رؤية وليس أزمة إمكانات. التحالف لا تنقصه الإمكانات الاستراتيجية والعسكرية، وهو قادر على إنجاز عملية التحرير قبل مضي الثلاث سنوات الأولى حتى، ومع ذلك نرى أن عملية التحرير لم تنجز. أنا أقول أن هذه القوة العسكرية، أن هذه القوة المقدرة المالية والعسكرية ينبغي أن تتجه إلى مناطق الصراع، إلى بؤر الصراع الحقيقية. ربما هذه نقطة مهم الحديث حولها أكثر، دعني أنقلها إلى سيادة اللواء. الدكتور سيادة اللواء، البعض يقول أن ما يحدث في المهرة ليس سوى تأكيد آخر على أن مهمة التحالف العربي في اليمن انتقلت أو تغيرت في ما يتعلق في مواجهة التمدد الإيراني الحوثي أيضا. بدل ما كانت هذه هي المهمة تحول إلى يمكن تسميته بالسيطرة على ما يسمى باليمن المفيد، مناطق النفطية، السواحل كذلك، ووضع اليمن في حالة عزلة في الحدود وإبقائه في حالة حرب دائمة في مناطق معينة ومواجهة مع الإنقلابيين. هل هذا ما تحول إليه التحالف في اليمن؟ إطلاقاً استراتيجية التحالف العربي لإعادة الشرعية ثابتة، لم تتغير. طرد الحوثي من صنعاء، طرد الثورة الإرهابية من اليمن، بسط الأمن في اليمن، إعادة الحكم إلى الدولة الشرعية في اليمن، إعطاء الحرية للشعب اليمني، إعادة التنمية إلى الشعب اليمني، هذه هي استراتيجية التحالف العربي لإعادة الشرعية ثابتة لم تتغير ولن تتوقف، وهذا بالتحليل، ولن تتوقف حتى يتم هزيمة الحوثي وطرده من صنعاء، شاء من شاء ورضي من رضي، زعل من زعل، غضب من غضب، لا يهم إن كان مراقبا، إن كان محللا، إن كان حتى دول، لا يهم هذا الشيء. أما مرة أخرى أن التحالف العربي لديه أطماع في نفط اليمن، فمرة أخرى هل هذا معقول؟ المشاهد الآن يتابعنا، المشاهد العربي على الأقل، وعلى الأقل في منظومة مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يذهبون من أجل نفط اليمن، من أجل بحار اليمن وسواحل اليمن. هذا أصلا شيء جميل أن يطرح بهذه الصورة حتى يعلم المشاهد العربي والشعب الخليجي بأن ما يقال هو عبارة عن كلام الحوثي وعن حرب نفسية إيرانية، وعن من صراحة من يقف في خندق الثورة الإرهابية الإيرانية. يا سيدي الأستاذ عبد الله، الدكتور عبد الله العزيز الغالي الشهم يتساءل كثيرا ثم يقول لا أعلم. والله هو صادق، والله فعلا بناء على ما سمعته من أخي العزيز الحبيب عبد الله، فعلا هو لا يعلم. إذا كان لا يعلم أن المهرة كان فيها إرهاب قاعدي فهذه مصيبة، إذا كان لا يعلم أنه كان هناك تهريب بري فهذه مصيبة أخرى، إذا كان لا يعلم أن الإنسان اليمني في المهرة يحتاج إلى من يأتي لإنقاذه والتحالف العربي هو الوحيد فهذه أيضا مصيبة. سيادة اللواء، لكن لم يتم الإعلان عن عمليات عمليات إرهابية في هذه المنطقة في محافظة المهرة، سمع عن ما تواجد للقاعدة في حضرموت، هناك تقارير كثيرة تتحدث عن ذلك ودراسات تؤكد ذلك، لكن في المهرة ليس هناك الحديث عن ذلك إلا إذا كان عن طريقك يتم الإعلان الآن. اسمعني سيدي، العلاقات السعودية والخليجية مع سلطنة عمان استراتيجية ثابتة لا يمكن التأثير عليها لا من خلال الإعلاميين ولا من خلال الاستراتيجيين. لكن ليس للأمر هذا علاقة بالخلايا الإرهابية في المهرة.
طيب دعني أكمل، هذا على زاوية، من زاوية أخرى الإرهاب يضرب بأطنابه في اليمن، في كل مكان في اليمن، الثورة الإرهابية الإيرانية زرعت الإرهاب في كل شبر في اليمن، منه ما هو معروف فوق الأرض ومنه ما هو تحت الأرض، وهذا يدرك التحالف العربي، ولا التحالف العربي ليس بهاون أن يرسل قواته إلى أي مكان في اليمن إلا من أجل سبب استراتيجي لمصلحة اليمن قبل أي أحد آخر. أما ما ذكره الأخ الدكتور من الأمن الاستراتيجي العماني، فصدقني الأمن الوطني القومي السعودي والعماني والخليجي هو كل لا يتجزأ، من يؤثر عليه في أي شبر من هذه المنظومة يؤثر على البقية، والعلاقات ما بين التحالف العربي وبين السلطنة جيدة جدا. نعم هناك تباين ولكن هناك معالجات ومقاربات سياسية. أما يقال أن المهرة لماذا تأتون إليها، فهذا لا يجوز، هذا عمل يثبت للشعب اليمني بأن هناك أعداء له في المنطقة العربية، ومن يتحدثون ويتبنون الموقف الإرهابي الإيراني. ما سمعناه هذه الليلة من الأخ العزيز الدكتور المحترم هو نفس ما تقوله قناة العالم والمسيرة والمنار في لبنان، هذا شيء لا يجوز. وأنا سيادة اللواء، هذه تساؤلات مطروحة حتى في أوساط اليمنية. سيادة اللواء، نحن نتحدث عن تساؤلات مطروحة حتى في الأوساط اليمنية، لا أريد هنا الانتقال إلى مواجهة وشخصنا في الحديث مع الضيوف. دعني أنتقل إلى دكتور عبد الله الغيلاني. دكتور، يعني في نهاية المطاف كان هناك حراك شعبي، كان هناك اتفاق ثم بعد ذلك حول نقاط معينة، لكن كل ما يجري في نهاية المطاف يتم بموافقة الشرعية اليمنية كما يبدو من خلال زيارة الرئيس ربما للمرة الأولى حتى لمحافظة المهرة ووضعه لحجر أساس لهذه لجامعة المهرة ومشاريع أخرى. ربما برأيك هل يمكن في نهاية المطاف أن يتحرك التحالف خارج إرادة السلطة الشرعية في اليمن؟ أخي الكريم، من المعلوم بالضرورة الآن أن حكومة الرئيس هادي لا تقبض ولا تبسط، أن حكومة الرئيس هادي مقيدة اليدين، أن حكومة الرئيس هادي ليس لها سيطرة كاملة على الأجزاء المحررة من اليمن، بدليل ما حدث في عدن وما حدث في سقطرة وما حدث في أجزاء أخرى. حتى الرئيس هادي اليوم في عدن لا يملك سلطة كاملة على حتى يعني المناطق المجاورة للقصر الرئاسي، هذه قضايا باتت من المعلوم بالضرورة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى التساؤل، يعني أليس الجيش الوطني اليمني قادر على مقارعة الإرهاب إن كان هناك إرهاب في المهرة أو في حضرموت أو في سقطرة؟ هل التحالف أصلا دشن عاصفة الحزم من أجل منازلة القاعدة وتنظيم الدولة، أم أنه جاء من أجل إسقاط الحوثيين؟ أنا أتساءل لماذا يعجز التحالف بعد مضي 3 سنوات ونيف عن إنجاز الهدف الاستراتيجي الذي جاء من أجله، ثم يزعم أنه ينازل القاعدة وينازل الإرهاب في هذه المناطق. النزال بين هذه الحركات الإرهابية، القاعدة تحديدا والنظام اليمني، هو قديم قبل الثورة اليمنية وقبل يعني منذ أيام علي عبد الله صالح. التحالف لم يأتي من أجل هذه المهمة، وأنا أحسب أن كان هناك وجود للإرهاب في هذه المناطق فالجيش الوطني اليمني قادر على حماية هذه المناطق، وقادر على بسط الأمن فيها، وقادر على منازلة هذه الخلايا الإرهابية في هذه المناطق. ليس هناك داعي وضرورة لوجود قوات يعني من المملكة العربية السعودية أو من الإمارات في حالة سقطرة في هذه يعني المناطق، ولكن حتى هذا الجيش الوطني أيضا يعني التحالف مقصر تقصيرا باينا في تسليحه وفي إعداده وفي تزويده بالمعلومات الاستخبارية وفي تزويده بما يحتاج من يعني الاستعدادات من أجل أن ينهض بدوره ومهمته في إنجاز عملية التحرير. إذا نحن أمام أسئلة كبيرة مفتوحة، وأنا أحسب أنه بعد مضي هذه الفترة الطويلة من الزمن، نتحدث عن 3 سنوات ونصف تقريبا، أن التحالف تحديدا يحتاج إلى إجراء مراجعة شاملة، إذ لا يمكن أن تستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية. الحوثي لم يسقط، الأمن القومي السعودي ما زال مهددا، هناك يعني صواريخ تطلق ونيران تطلق على يعني سماء المملكة العربية السعودية، بل أن بعض هذه الصواريخ وهذه النيران الصاروخية قد وصلت إلى الرياض، فما زال الأمن القومي السعودي مهددا.
مع أن عاصفة الحزم هدفها الأول هو درء الخطر عن الأمن القومي السعودي. إذا نحن أمام مشهد مفتوح وأمام أسئلة كبيرة جدا، وبالتالي هذا الوضع يحتاج إلى مراجعات استراتيجية جذرية رأفة التحالف. أنا أتحدث المملكة العربية السعودية كما أشرت قبل قليل يعني تدفع ما يقارب 200 مليون دولار يوميا في هذه الحرب. إلى متى سيستمر هذا الاستنزاف المالي والعسكري والبشري؟ اليمن اليوم يشهد أكبر يعني أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم موجودة في اليمن، هذا بشهادات دولية. نحن أمام مشهد معقد جدا ومشهد، وهناك تساؤلات دوما تنطلق دكتور. هناك تساؤلات دوما ما تنطلق من أنه أن أنقل هذه التساؤلات إلى اللواء سيادة اللواء عبد الله القحطاني. إذا سيادة اللواء يعني دوما ما تكون التساؤلات حول ما إذا كانت المعركة الأولوية بالنسبة للتحالف في اليمن هي إعادة الشرعية، فلماذا لا يتم تقوية الشرعية في عدن إذا في مواجهة الانقلابيين، في مواجهة أيضا إفعال الشرعية في مناطق سيطرتها؟ سيادة اللواء تفضل عد السؤال. نعم سيادة اللواء، كنت أتحدث على أنه إذا ما كان هناك الكثير من الحديث على أنه إذا ما كانت المعركة الأولوية بالنسبة للتحالف في اليمن هي إعادة الشرعية، لماذا لا يتم تمكين الشرعية من عدن؟ الآن رئيس الجمهورية غادر البلاد وعاد إلى الرياض، وهناك الكثير من المؤشرات على ضعف أوراق الشرعية في المحافظة الأهم بالنسبة لها الآن هي عدن العاصمة المؤقتة. يا أخي الكريم، هل تصدق كلام الدكتور عبد الله؟ هو نفس ما تقوله إيران ويقول هذا الكلام ليس هذا ليس كلام دكتور عبد الله فقط، لا أريد شخصنة الأمور. يا سيادة اللواء تفضل. من يقود اليمن هو عبد ربه منصور هادي، هي الشرعية اليمنية. من يتصرف في اليمن هي الحكومة الشرعية. أنا فقط أحلل ما يقول زميلي. يا أخي لماذا تزعل؟ بالنهاية التحالف العربي ذهب لإنقاذ اليمن، لكنها مجددا ليست في صنعاء، ليست في عدن مجددا بعد 3 سنوات من تحرير المدينة، ليست في عدن. يذهب هذا الرئيس، يخرج، يهرب، يقول كثير أنه يهرب بحياته، ينجو بحياته. يا أخي من يقول هذا الكلام؟ الرئيس موجود في عدن، ينتقل من عدن إلى المملكة ومن المملكة إلى دول أخرى أوروبية وعربية ويعود إلى عدن. حكومة اليمن موجودة في عدن، التحالف العربي يقوم بالتنمية في كل شبر في الجمهورية اليمنية، التنمية على قدم وساق في عدن وفي مأرب وفي الجوف وفي 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 المهرة حاليا. والأخ يتحدث الكريم الجليل العزيز عن سوقطرة. يا أخي سوقطرة 600 كيلو من عمان، ما هي المشكلة إذا تم تنميتها؟ هذا كلام لا يجوز، هذا الكلام هو إسقاط، هذه محاولة لبث روح الانهزام في الشارع الخليجي العربي. التحالف العربي قام لبسط الأمن وطرد الإرهابيين، وليس ولم يأتي لتهديد أحد، ولا لسرقة بترول اليمن وهذا مضحك، ولا لبث مواني بحرية جديدة على البحر العربي أو الخليج العربي. هذا لا يجوز، هذا كلام أصلا ممجوج وحقيقة مكرر، ولم يعد له أي مصداقية في الشارع العربي ناهيك عن الشارع اليمني. بالتالي الرئيس اليمني رئيس شرعي، هو موجود في عدن، ينتقل إلى مكان آخر ثم يعود، وهو من يتصرف في بلاده، وهو من يقول كلمة الفصل في القوات التي تأتي من خارج اليمن. فما الذي يضير الآخرين؟ أن يأتي التحالف العربي بقواته على الأرض لهزيمة الإرهاب، لطرد الإرهابيين، لإيجاد التنمية، لحراسة المواطن، لإغاثة المواطن، لمنع التهريب بأشكاله. ما هي المشكلة؟ من الذي اشتكى؟ السلطنة العمانية الشقيقة لم تقل شيئا في هذا الجانب، هي يفترض أن تتعاون في هذا الجانب، وهذا ما نفترضه جميعا. أما الآخرين إن كانوا إعلاميين أو محللين أو استراتيجيين فعليهم الانطلاق من على الأرض، لا ينطلقون من طهران ولا من الضاحية الجنوبية، عليهم أن ينطلقون من الأرض اليمنية. طيب. ما الذي يجري في المهرة وفي عدن وفي صنعاء وفي المخا وفي الحديدة؟ المسألة ككل. المسألة ككل إذن سيادة اللواء، المسألة ككل، أنتقل بهذه النقطة إلى الدكتور عبد الله. كيف يمكن إدارة المعركة، معركة اليمن ككل ليست معركة فقط في منطقة معينة، وكيف أن تؤثر هذه المعارك الهامشية إن صح التعبير على طبيعة أهداف التحالف المعلنة بإعادة الشرعية اليمنية إلى صنعاء؟
نعم، دعني أولا أعرج على ما ذكرت حول حكومة الرئيس هادي عندما قلت أنها لا تملك من الأمر شيء. أنا عندي على ذلك جملة من الشواهد. الشاهد الأول هو ما صدر عن وزراء هذه الحكومة، يعني عدد مقدر من وزراء الحكومة صدر عنهم بيانات وتصريحات وإدلاءات تشي أن الحكومة لا تملك من الأمر شيئا. وزير المواصلات تحدث عن هذا، وزير الخارجية السابق عبد الملك تحدث عن هذا، عدد آخر من وزراء الحكومة يعني ذكروا على نحو واضح صريح أن حركة يعني الحكومة الشرعية في داخل اليمن مقيدة وأنها لا تملك من الأمر شيئا. هذه واحدة. الأمر الآخر، التشكيلات الأمنية الموجودة في عدن وفي شبوة وفي حضرموت وفي المهرة التي دربت في أماكن أخرى ثم جاء بها إلى هذه المناطق هي في حالة اصطدام وعدم تصالح مع الحكومة الشرعية، وقد حدثت اصطدامات وتوترات واشتباكات بين هذه التشكيلات الأمنية التي تعمل خارج نطاق السلطة وبين القوات وبين الجيش الوطني والحرس الرئاسي. هذا لم يعد سرا. أليس في ذلك ما يشي أن حكومة الرئيس هادي يعني مهددة؟ شاهد آخر أن رئيس الوزراء طرد ولم يمكن من يعني إتمام زيارته في سقطرة قبل بضعة أشهر. هذه الشواهد تشي على نحو واضح صريح أن حكومة الرئيس هادي ليس لها من الأمر شيء وأنها مقيدة في اليدين. أما فيما يتعلق بكيفية إدارة المعركة في اليمن الآن، أنا أقول على التحالف أن يترك المناطق المحررة للحكومة الشرعية، عليه أن يترك حماية يعني الأدوار الأمنية تترك للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأدوار التنموية تترك للحكومة يعني حكومة الرئيس هادي، الوزارات والوحدات المدنية. يا أخي الكريم، لو أن حكومة الرئيس هادي مكنت من قبل التحالف ويعني أعينت على أن تنشي نماذج في هذه المناطق المعررة لصار الشعب اليمني اليوم أقرب إلى التحالف. هذه التوترات التي تشهدها الساحة اليمنية، هذه الحركات الاحتجاجية في المهرة وفي غيرها، هذه نتيجة لغياب الرؤية. التحالف أنا في تقديري، وأنا أقول هذا مشفقا على التحالف، أنا لست ضد عاصفة الحزم ولست ضد أن يمضي التحالف في تحرير يعني اليمن وإسقاط الحوثيين ويعني إعادة الحكومة الشرعية، أنا مع هذا، ولكن أقول أن هناك خلل في إدارة هذه المعركة. المعركة اليمنية ليست معركة عسكرية صرفة، هي معركة مركبة سياسية إنسانية إدارية تنموية، والمطلوب هو محاولة إنهائها بأسرع وقت ممكن. نعم، لماذا لا يتم التركيز على ثلاث محاور إن كان التحالف بالفعل يريد إسقاط الحوثيين؟ محور مأرب ومحور الحديدة ومحور تعز. أشكرك. إذا تم التركيز وتكثيف القوات المسلحة في هذه المحاور الثلاث، أنا أتصور أن هذا كفيل بإسقاط الحوثيين، ولكن يبدو أن هناك سيناريوهات إقليمية ودولية تحون دون يعني إنجاز عملية التحالف. هذه المسألة. النحو الذي ذكر. أشكرك. إذن كنت معنا من مسقط الأكاديمي والباحث دكتور عبد الله الغيلاني، وكذا من أبها كما قلت لنا الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية اللواء عبد الله القحطاني. شكرا على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة، تقبلوا تحيات منتج البرنامج كمال حيدر، وتحياتي أنا وجيه السمان والزملاء في طاقم العمل الفني. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.